بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. النهارده بقى ان شاء الله هنختم اخر حاجه داخله معانا في المتر دي، المحاضره السادسه ان شاء الله. كنا قلنا الاسبوع اللي فات ان محاضره، كنا اتكلمنا الاسبوع اللي فات عن محاضره الكابلات، وقلنا ان دي هنشوفه بقى داخله ولا مش داخله. فالاسبوع ده خدنا محاضره المحاضره اللي هي السادسه اللي هنتكلم عليها دلوقتي، ودي هتبقى داخله معانا في النيل. مبدئيا المحاضره دي هي كلها نظري، ما فيهاش ولا مسائل ولا اي حاجه. المحاضره دي فيها تفاصيل صغيره ياما، هنحاول على قد ما نقدر بقى نلم التفاصيل دي، سواء حاجات قالت في المحاضره او بره المحاضره، بس يبقى الصوره عندك كامله ان شاء الله. طيب المحاضره عنوانها ايه؟ عنوانها ديستريبيوشن اكويبمنت، يعني اي حاجه. لو انا مثلا فتحت لوحه الكهرباء هنلاقي عندي معدات بقى، كوندكتور، سيركت بريكر، سكاكين، الكلام ده كله اللي هنتكلم بقى عنه بالتفصيل ان شاء الله. فحاول ناخده جزء جزء، ركز فيه عشان يبقى ما فيش حاجه تتوه منها. طيب اول حاجه هناخد المشاكل اللي عندي. اول حاجه عندي مشكله الاوفرلود. ايه هي مشكلة الاوفرلود عندك؟ ادي المصدر بتاعك والحمل بتاعك. لو ده مصدر عندك سنجل فيز في البيت عادي 220 فولت، الحمل بتاعك ماشي فيه 10 امبير، فهنا التيار هيبقى 22 امبير. فانت لازم كل حاجة متصممة وتبقى بالظبط، يعني الحمل ده السورس ده يقدر يطلع 220 امبير، الكابل ده ال 220 فولت، الكابل ده يقدر يمشي فيه ال 220 امبير من غير ما يستحمله من غير اي مشكلة. طيب وحتة تصميم كابلات اتكلمنا عليها الاسبوع اللي فات. ايه بقى المشكله عندي؟ لو الاثنين انا بهمل ده كده مقاومه اللود، بهمل مقاومه الكابل بتبقى حاجه صغيره فبهملها، لكن ده مقاومه اللود عندي. طيب لو التيار بدل ما 20 امبير وصل 25، وصل 30، وصل 35، خلي بالك الزياده صغيره مش زياده مثلا بكيلو او كده. فانت اللي هيحصل عندك كابل هيبدا يسخن شويه، هنا هيسخن اكتر، هنا هيسخن اكتر واكتر، لحد ما الحاله عندك تسوء خالص لو الاوفر لود بقى عندك كبير جدا. فدي اول مشكله عندك، هي التيار اللي ماشي في الكابل بدل ما التيار الطبيعي حصل عندك اي مشكله ما بقى التيار الضعيف. طيب دي هنحلها ازاي؟ هنشوف بقى بعد كده اللي هي الاجهزه اللي بتحميني من الكلام ده. طيب دي كانت اول مشكله عندي. تاني مشكله عندي هي الشورت سيركت اللي هي اهم مشكله. هنا نفس الحمل بتاعي، لو كان ادي نفس الحمل 10 اوم وادي ال 220 فولت، هنا حصل شورت سيركت لاي سبب من الاسباب، فبالتالي التيار اللي طالع من السورس هيمشي، هيفضل ماشي هنا في الكابل. طب التيار هنا، التيار هنا قيمته قد ايه؟ 220 فولت. لو افترضنا ان مقاومه الكابل 1/100 اوم، احنا هنا اهملناها فوق، لان هنا كانت 10 اوم بالنسبه لواحد من 100 اوم ولا حاجه، هنا بعتبرها معايا لان ما فيش غيرها، ما عنديش هنا لود، التيار ماشي في الدايره دي بس، تمام؟ فهيطلع 22 كيلو امبير. هنا كان 22 امبير، هنا 22 كيلو امبير. طب هل الكابل هيستحمل ال 22 كيلو امبير لحد ما البريكر يفصل؟ واتكلمنا على منحنى السيركت بريكر المره اللي فاتت، وقلنا ان الشورت سيركت بياخد وقت صغير اخره نص ثانيه لحد ما يفصل. فانا هنا لازم الكابل يستحمل ال 22 كيلو امبير لحد ما البريكر يفتح. طيب دي تاني مشكله عندي هي السيركت بريكر. يبقى دول اهم مشكلتين عندي، السيركت بريك اللي قصدي الشورت سيركت والاوفر لود. طيب هنتكلم بقى على المعدات اللي هتبدا تحميلي من الكلام ده. طيب المعدات دي مبدئيا بتبقى موجوده جوه حاجه اسمها سويتش جيت. دي اللوحة اللي بتبقى فيها المعدات اللي احنا هنتكلم عنها دلوقتي. دي ليها ثلاث وظائف، البروتكشن وده هيبقى موضوعنا النهاردة، والايزوليشن والكنترول. احنا هنركز على البروتكشن، نشوف اجهزة الحماية اللي هتعمل لي بروتكشن. طيب اول حاجه عندي هي الاجهزه اللي انا هبدا اعمل بيها بروتكشن، هناخده زي 8 انواع، هناخده منهم 2 بالتفصيل و8 هندوا عنها الفكره سريعا. اول حاجه معايا هي الفيوز، تمام؟ ايه هي الفيوز دي؟ خليك عارف معايا. الفيوز هو سلك، كل ما يمشي فيه لو مشي فيه تيار عالي هينصهر. يعني ايه؟ انت عندك الفيوز دي اضعف نقطه في الدايره، تمام؟ ادي الحمل بتاعك بوصله سيريز مع ادي الحمل بتاعك، وده الفيوز، الفيوز بيبقى سيريز مع الحمل. هنا عدى تيار ببقى ظابطه مثلا على قيمه معينه او شريعه على قيمه معينه، الشريعه على 10 امبير، حصل لاي سبب ما 20 امبير عالي، الفيوز السلك بتاعه هينصهر، فكده كده الحمل ما حصلوش حاجه بس الفيوز ضربت، فكده حمت لي الحمل. يبقى الفيوز دي بتحميلي الحمل، بس بتبقى حاجات قليله يعني اوفر لود، لو حصل اوفر لود قليل. طيب في حاجه نسيت اقولها فوق، ان هنا الاوفرلود بيبقى في دقايق،
ان التيار بيزيد واحده واحده، فالتيار صغير، فالكلام ده بيحصل في دقائق. لكن هنا الشورت سيركت ثواني، وبتبقى اقل من الثانيه كمان. عشان كده حتى لو جينا لما بصينا على ده لقينا ده الزمن كبير بتاع منحنى السيركت بريكر، ده الزمن قليل. تمام، نرجع بقى هنا تاني. تمام، فالفيوز دي اضعف نقطه في الدايره، وانا قاصد اللي انا اخليها اضعف نقطه، بحيث هي اللي اول ما التيار يجي فيها عالي فالسلك بتاعها بالظبط ينصهر، وبالتالي كده الفيوز ضرب. الفيوز اول ما يفصل كده خلاص، الفيوز ما ينفعش استعمله تاني، يبقى الفيوز مره واحده بس. تمام، طيب بعد كده، بعد ما الفيوز ضرب، وبعد كده اجيب فيوز جديد، بس الاول اصلح العيب اللي كان عامل لي اوفر لود. طيب تاني حاجة السكينة. طيب أنا عندي نوعين من السكاكين، يبقى دي تاني حاجة ودي تالت حاجة ندمجهم مع بعض. أول حاجة الديسكونكتور أو أيزوليتور، دي زي ما خدناها السؤال اللي فات. والتالت حاجة اللود بريك سويتش. إيه الفرق بينهم؟ زي ما خدنا السنة اللي فاتت، إن النوع ده لازم عشان تفصل أو تشغل السكينة لازم يبقى التيار مفصول، يعني لازم تبقى هي بتبقى شكلها عامله كده، وادي السويتش بتاعها. فلازم يبقى عشان تفصل او تشغل مفيش تيار هنا، يبقى الفولت على طرفينها بيبقى زيرو. تمام، دي كده الديسكونكتور او الايزوليتور، بيبقى الفولت على طرفينها زيرو، يعني مفيش تيار ماشي في الدايره. ليه؟ لان هي ما تقدرش تخمد الشراره. انت عندك لو عملت سويتش عندك في البيت على حمل 15 امبير، فمجرد ما تقيد وتطفي بيحصل شراره صغيره. فانت عندك هنا السكينه مجرد ما تطفيها وتشغلها لو في تيار مش هتقدر تخمد الشراره دي. طيب اللود بريك سويتش ده بيتميز اللي هو ده كده شكله، ده كده تقدر تقفله وفي تيار ماشي في الدايره. ليه؟ لان بيبقى في عنده اللي هو يستطيع اللي هو يخمد لك الشراره الناتجه عن فصل وتوصيل التيار لو في تيار ماشي في الدايره، وده طبعا بيبقى اغلى من النوع ده لان هو ميزته اعلى. تمام، يبقى كده عرفنا الفرق بين الديسكونكتور واللود بريك سويتش. طيب دي كده اول ثلاث عناصر معانا في الدايره. رابع عنصر معانا هو الباي ستيبل سويتش. يعني ايه الباي ستيبل سويتش؟ انت عندك لمبه مثلا هي بتشتغل غالبا مع الاضاءه، بيبقى عندك لمبه بتبقى موصلها بمفتاحين، حاجه زي مثلا لو عندك لمبه سلم عندك في العماره، فانت بتبقى موصلها بمفتاحين. انت ماشي ادي اللمبه اهي. تمام، لو انت دوست على السويتش من هنا فاللمبه تقيل، تقدر لما تروح هنا مثلا، رحت هنا مثلا محطوطه في طرق في اي حاجه، فانت انت هنا اللمبه قادت. طب رحت اخر الطريق عايز تطفيها، تقدر تطفيها من السويتش ده. هي بتبقى عامله ازاي؟ لو جينا هنا قلنا مثلا دي اللمبه وده بيبقى ليها سويتشين، فهنا مثلا ادي الطرف الاول والتاني وبيبقى سويتش ثلاثي كده، وادي الطرف التاني وادي الطرف التالت. تمام، فبيبقى ده كده عامل كده وده عامل كده وده عامل كده وده ادي داخل اللمبه وادي ده وده كده. دي اسمه توجيه. ده كده ريجيتور بالظبط. وادي ده اللمبه بتاعتك وده النيوترال وده اللايت بتاعك اللي هو تعرف سلك والنيوترال. تمام، طيب وده السويتش التاني وده السويتش الاولاني. لو سمينا ده A B C يبقى ده A 2 B 2 C 2. طيب كل اللي انت بتعمله اللي انت دخلت هنا، هنا عندك ادي ادي لايف وادي نيوترال بتاعه، وعندك السويتش الاولاني وعندك السويتش الثاني. هنا متوصل بايه؟ انت عارف اللمبه داخلها نيوترال لايف، انت هنا متوصل عندك لو انت مثلا ادي السويتش الاولاني دوست عليه يبقى انت كده فتحته، يبقى انت هنا واقف في الاول فدوست عليه. تمام، فكده متوصل بايه؟ ادي السويتش الاولاني متوصل بايه؟ اللايف. طيب تنيت ماشي 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 وعايز تيجي هنا تطفيه وانت هنا، طيب فهتيجي هنا هتدوس على السويتش الثاني، فالسويتش الثاني هيجي هنا. تمام، يبقى وصل بايه؟ هنا برضو اللايف بقى واصل هنا وبقى واصل هنا، فانت كده عندك نقطتين ليهم نفس الجهد بتاعهم، ان هنا لايف وهنا لايف. تمام، فالنقطتين ليهم فرق الجهد، يبقى مفيش تيار هيمشي فينهم، فكده اللمبه هتفصل. يعني كل فكرتها انت واقف في الاول ات اللمبه وصلت الاخر هتدوس عليه دوسه كمان هيطفي، وده بسبب الرسمه دي. لو بصيت على السويتش هنا واصل باللايف وهنا واصل بالنيوترال، ده كده كابل النيوترال. طيب بعد كده عايز تروح تطفيه، فلما تشغل الزرار ده فهنا هيبقى النقطتين عندك متوصلين على اللايف، ففرق جهدهم هيبقى زيرو، فمفيش تيار هيعدي، وبالتالي اللمبه هتطفي. دي فكرتها باختصار. طيب خامس حاجه ار سي دي.
ار سي دي. الار سي دي دي بتحميك انت شخصيا. ليه؟ لان هي حساسيتها بالملي امبير. يعني ايه؟ يعني انت مثلا عندك هنا ادي السورس بتاعك، وعندك هنا مثلا اي جهاز، تمام، ولقيت الجهاز ده مثلا طلع عليه مثلا شحنات، سربت عليه شحنات، فانت اول ما تلمس الجهاز ده طبيعي الشحنات هتتصرف فيك، لان انت هتبقى انت مثلا لو هنا اهو، فهتبقى متوصل بالارضي، تمام. فانت لا، اول ما انت كده عملت مصل للتيار اللي هو يجي من عليك، تمام، لحد ما يتصرف في الارضي. طيب انت كده عملت له مسار، فبالتالي التيار هيمشي جوه جسمه. طيب انت تتغلب على المشكله دي ازاي؟ بستخدم حاجه اسمها الار سي دي، اللي هي ريزيدوال كارنت ديفرنشال ديفايسز. فكرتها باختصار انا بحطها هنا كده، تمام، هي كل موضوع بتقيس التيار الرايح والتيار الراجع. انت عندك دايره سنجل فيز، يبقى المفروض التيار الرايح هو هو التيار الراجع. طب لو حصل اختلاف يبقى كده في حاجه اتسربت بره، فهو هنا بيقيس التيار الرايح وبيقيس التيار الراجع. بسيطه لحد دلوقتي. طب بعد ما يقيسهم مثلا لقى طالع 20 امبير، لقى راجع مثلا 19.8 من 10 امبير، فكده حصل فرق 2 من 10 امبير، اللي هو 200 ملي امبير. 200 ملي امبير يقيسوك، تمام. فهنا هيلاقي ان اللي رايح مش زي اللي راجع، يفصل. لان انت مثلا بتبقى حاطط هنا سيركت بريكر طبيعيه، فالسيركت بريكر مش هتحس بالملي امبير، انت بتبقى ظابط 20 امبير 40 امبير ايا كان، فالسيركت بريكر العاديه ما بتفصلش بسبب الحاجات دي. الحاجات دي دي كده بتفصل لو حصل ريت الكرنت عالي وشورت سيركت زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت. لكن هنا الار سي دي بيفصل على الحمل اللي هو ملي امبير، احنا قلنا مثلا هي 200 ملي امبير اللي هو 2 من 10 امبير، فهنا بيقيس التيار الرايح والتيار الراجع، لقى في فرق معنى كده ان في تسرب بره، فيبدا يفصل الدايره دي. طيب عيب النوع ده ايه؟ اللي هو بيستناك تتكهرب، بعد كده انت بعد كده بيفصله. يعني اول ما هنا انت سربت ليك شحنات فيبدا ده يحس بيه فيفصل، يبقى هو انت اتكهربت بقى، بعد كده هو فصل. الاولى من كل ده اللي انا كنت اقرب جسم الغساله بحيث اي شحنه تسرب تنزل على الارض. ده كده بالنسبه للار سي دي. طيب النوع اللي بعده اللي هو الكونتاكتور. تعرف الكونتاكتور من اهم اجهزه الكهرباء، ان هي بتتحكم في توصيل وفصل التيار. يعني انت مثلا عايز عندك موتور 3 فيز، ده كده موتور 3 فيز، فانت بتوصله، عايز ما بيشتغلش على طول، يعني انت بيبقى عندك كونتاكتور هو اللي بيشغل، ادي الكونتاكتور بتاعك هو اللي بيشغل الموتور بتاعك. فالكونتاكتور عباره عن ايه؟ دايره الباور، ودي اللي بتبقى رابطه بين دايره الباور، اللي هي بتبقى رابطه الكونتاكتور بالحمل بتاعك، وبيبقى عندك دايره كنترول. وظيفة دائرة الباور قلناها اللي هي بتربط لك مثلا هنا 100 امبير ماشيين، فهو اللي هنا اللي بيوصلوا لك ال 100 امبير، تمام. طيب دائرة الكنترول دي اللي هي بتاعت التوصيل والفصل. يعني ايه؟ يعني مثلا لو ما عنديش دائرة كنترول، احنا هنا شغالين 100 امبير، فكل ما تفصل وتيد الاون اوف، الاون اوف سويتش ده مع الفصل وده هيحصل شرارة، مع الفصل والتوصيل هيحصل شرارة، وهنا 100 امبير، احنا قلنا بيحصل شرارة لو انت عندك حمل في البيت مثلا 5 10 امبير، فبيحصل شرارة هنا 100 امبير، فالشرارة هتبقى عالية. طب هتعمل ايه؟ هنا يجي دور دايرة التحكم. دايرة التحكم ده مفتاح اون اوف سويتش، ده مفتاح بنص امبير. يعني انت كده اتحكمت في ال 100 امبير عن طريق مفتاح نص امبير، يعني كده الشراره اللي هتبقى ناتجه منه صغيره جدا، ان هو نص امبير. فعشان كده ده بستخدم ده عشان يتحكم لي في دايره الباور اللي هي 100 امبير، ما يحصلش شراره عندي. طب ده فكرته ايه؟ ده كويل. اول ما تيار كويل عادي، تيار يمشي في كويل يعمل ايه؟ هيعمل مجال، المجال ده هيبدا يحرك النقط. النقط بتبقى عندي انت عارف الكوندكتور نورمالي اوبن او نورمالي كلوز. طيب اول ما التيار مشى في الكويل هيعمل مجال، المجال ده هيخلي النورمالي اوبن هيخليها كلوز، والكلوز هيخليها اوبن. يعني لو انا مفتوح، لو الدايره عندي مفتوحه واديت لها تيار، هيبدا المجال اللي هيحصل عندي هيبدا يربط السويتشات ببعض، فتبدا الدايره تتقفل ويمشي التيار عادي. وده مسه قلنا بيبقى نص امبير، فبيحمي لي من الشراره الناتجه من ال 100 امبير. طيب سابع حاجه واللي هي مرتبطه بيها على طول، الريلي. الريلي بيبقى زي الكوندكتور، بس ده احنا قلنا مثلا 100 امبير ده مثلا هيبقى اخره 10 امبير، ده ما بيبقاش فيه دايره باور، ده عباره عن دايره كنترول بس. فانت انت عارف شكل الريلي مثلا كده كده، مثلا لو هو هنا متوصل كده نورمالي اوبن، اول ما بديه للتيار للكويل نفس فكره الكويل ده بيتحول الى نورمالي كلوز. فكده نفس الفكره، اللي انت عندك كويل هيمشي فيه تيار هيحرك لك النقطه، بدل ما هي مفتوحه مقفوله، ومقفوله هتبقى مفتوحه. وقلنا الفرق اللي هنا بيستحمل تيار اقل من الكونتاكتور.
في الريلي بقى كل استخداماتي ليه بتبقى دايره التحكم، يعني مثلا ايد لمبه يعني يدي اشاره معينه اول ما حاجه معينه تحصل فيدي اشاره بناء على التيار، مثلا دخل الكويل يبدا لما الكويل يدي يعمل مجال فيبدا يحرك النقطه النورمال اوبن النورمال كلوز، فدي هتدي اشاره معينه لحاجه معينه انا رابطها بيها، تمام؟ زي مثلا انا اشغل لمبه. طيب اخر حاجه عندها في الاجهزه واهم حاجه عندي هي السيركت بريكر. السيركت بريكر ليه هشرحها لك بقى دلوقتي بالتفصيل. ال ام سي بي اللي هي مينيتشر سيركت بريكر، وام سي سي بي اللي هي مينيتشر مولد كيس. مولتي كيس سيركت بريكر، دي مينيتشر سيركت بريكر ودي مولتي كيس سيركت بريكر، واخر حاجه عندي اللي هو الباور سيركت بريكر. تبقى على حسب اللي انت الحمل اللي انت موصله ده، بيبقى الحمل اقل مثلا زي احمال الشقه عندك بتبقى كلها مينيتشر سيركت بريكر، وده حمل اعلى وده الحمل الكبير خالص. طيب احنا قلنا في الاول ان احنا هنقول كلهم بالتفصيل، وبعد كده هناخد نوعين نشرحهم بواحده واحده. طيب النوعين اللي انا هاخدهم هو الفيوز والسيركت بريكر. قبل بس ما ادخل عليهم، انت عارف ان عندي حاجه اسمها اللي هي الكاسكيد، اللي انا بدل اربط حاجتين ببعض، يعني مثلا اربط سكينه اربطها بسيركت بريكر او كوندكتور مع سكينه او ايا كان، بربط اي حاجه من الثمان حاجات اللي احنا قلناهم ابدا اربطهم مع بعض. تمام كده خلصنا كده خلصنا الثمان انواع بتوعنا. هنبدا بقى ناخد بالتفصيل الفيوز والسيركت بريكر. طيب اول حاجه معايا هاخدها هي الفيوز، هنعدي عليها سريعا برضو. الفيوز احنا قلنا فكره الفيوز سريعا اللي هي سلك ماشي فيه تيار، اول ما التيار يزيد عن اللي انا ظابطه عليه هينصهر، تمام، وتبدا الفيوز تفصل، وبعد كده الفيوز مش هينفع استخدمها تاني. طيب الفيوز لما مش هرجع استخدمها تاني يبقى ده اول نوع بتاعي اللي هو ريوايرابل فيوز، اللي هو الفيوز اول ما بيبان على شكله اللي هو فصل، فبالتالي الحمل كده انا حميته، وبالتالي الفيوز اقدر اغيره برضه بس بعالج المشكله اللي هي سببت لي الاوفر لود. طيب احنا قلنا السلكه هينصهر، فبالتالي لازم يبقى الفيوز دي فيها وسط اللي هو يتحمل الشراره اللي ناتجه عن الانصهار، تمام؟ يعني انت عندك تيار مشى فالسلك هينصهر فبالتالي هيحصل شراره، فلازم الفيوز يبقى فيها الوسط اللي هو يتحمل الشراره دي. طيب انت عارف الفيوز بتحملك من اوفر لود، وده اكتر استخداماتها، وشورت سيركت. شورت سيركت بتستخدم سيركت بريكر بس، يعني هي ممكن تحملك من شورت سيركت بس كل استخداماتي بتبقى سيركت بريكر. طيب النوع الثاني اللي هو اللي بيستخدم للسيمي كوندكتور، يعني انا عندي اي حاجه سيمي كوندكتور، دايود، ترانزستور، اي حاجه سيمي كوندكتور بستخدم لها نوع فيوز. انت عندك مش اي فيوز تحطه على اي حمل، لازم تختار الفيوز الصح اللي انت توصله للحمل المناسب. ليه؟ لان انت عندك السيمي كوندكتور دي الحمل بتاعها بيفصل سريعا جدا، بيبقى سريع جدا، يعني مجرد ما يحصل الاوفر لود بيفصل بسرعه، فانت لازم تجيب الفيوز بتاعه ان هو يفصل اسرع من الحمل، والا لو الحمل فصل اسرع من الفيوز يبقى انا كده جايب فيوز ليه ملهاش لازمه، تمام؟ وبالتالي نوع الفيوز اللي بيستخدم مع السيركت بريكر لازم يفصل سريع جدا، وانا بيبقى واحد مصمم اللي هو بيبقى يفصل اسرع من الحمل. طيب دي كده النوع بتاع السيمي كوندكتور. الفيوز بيبقى ليه كيرف، احنا المره اللي فاتت اتكلمنا على الكيرفات وقلنا لا مش علينا، بس لقينا المره دي الدكتور دخل في الكيرفات، فكويس ان احنا يعني اتكلمنا عليها المره اللي فاتت، ادينا عليها مقدمه وهنيجي نكملها المره دي ان شاء الله. طيب الكيرف بيبقى عامل كده، اتفقنا ان ده بيبقى التيار وده بيبقى الزمن، كل ما بيزيد التيار كل ما زمن الفصل بيقل. هربط لك الكيرف ده مع كيرف السيركت بريكر لما ندخل على السيركت بريكر، بحيث يبقى باين مين اللي بيفصل اسرع، السيركت بريكر ولا الفيوز، تمام؟ بس ده كيرف الفيوز، خليك بس فاكره دلوقتي. طيب اهم بقى حاجه عندي واخر حاجه عندي دي اللي هتاخد بقى منها وقت ياما هي السيركت بريكر. طيب السيركت بريكر هنبدا نطلع بره المحاضره ونقعد نتكلم عنها شويه، هتلاقي في كلام موجود في المحاضره وكلام مش موجود في المحاضره، بس عشان تبقى الصوره كامله. السيركت بريكر احنا اتفقنا ان هي ليها حاجتين، الريتد كارنت والشورت سيركت كاباسيتي. الريتد كارنت بيبقى تيار بالامبير، الشورت سيركت كاباسيتي بيبقى تيار بالكيلو امبير. ده بيبقى في زمن زمن فصله كبير جدا بناء على المنحنيات قلناها وهنقولها تاني ان شاء الله، وده بيبقى زمن فصله لازم يبقى صغير جدا لان التيار بيبقى كيلو امبير. لو هنا حصل ظبطه هنا السيركت بريكر 20 امبير وعدى 25 امبير هنا هتفصل، بس ممكن استعملها تاني، الفيوز ما كانش ينفع استعملها، هنا ممكن استعملها تاني. هنا الشورت سيركت كاباسيتي ظبطه على 10 كيلو امبير
وعدى 12 كيلو امبير في الشورت سيركت كده الشورت سيركت وعدى 10 كيلو امبير في السيركت بريكر كده السيركت بريكر دي خلاص مش هينفع استعملها تاني كده اتحرقت. تمام. طيب تمام، عندي كام نوع للسيركت بريكر؟ عندي 3 انواع قلناهم قبل كده، اللي هو المينيتشر سيركت بريكر والمولتي كيس سيركت بريكر والباور سيركت بريكر. عندي نوع رابع ما قتلش في المحاضرة بس هو كان اسمه، بسم الله الرحمن الرحيم، كان اسمه جي اف سيركت بريكر. يعني ايه جراوند فولت سيركت بريكر؟ ده نفس فكرته، نفس فكرة الار سي دي اللي انا اتكلمت عنه من شوية. بيبقى عندك 3 فيزات مثلا اهي، وادي النيوترال بتاعي. هو كل فكرته بيقيس التيار اللي ماشي، لو انت عندك بالانس 3 فيز فالتيار اللي ماشي هنا زي التيار اللي ماشي هنا زي اللي ماشي هنا، يبقى في النيوترال المفروض الاي بصفر. هو كل بيعمله بيقيس التيار بتاع الفيز والتيار بتاع النيوترال، لقى في فرق في الامبير بيبدا يفصل الدايره. نفس فكره الار سي دي لما قلنا بنحطه ونشوف بنشوف التيار الرايح والراجع، ولو في فرق بيفصلها، ان كده معنى كده اللي هو اتسرب فيه اتصرف فيه في الشحنات دي او كم التيار الصغير ده. تمام. فالجي اف سي بي اللي هو نفس فكره الار سي دي. طيب ندخل بقى، خلينا في الام سي بي والام سي سي بي والباور. طيب ده كده الانواع بتاعتهم. الام سي بي ده بستخدمه لتك، بيبقى ممكن في المنزل اللي هي الاحمال الصغيره، ان هي بيبقى الريتد بتاعه مش كبيره، بتبقى ريتد صغير. الام سي سي بي اعلى، ممكن تدخل في الصناعه وكده. الباور بيبقى حاجات زي الصدمات الكهربائيه وحاجات الباور بتاعتها عاليه جدا. طيب السيركت بريكر بيفصل ازاي؟ طيب مبدئيا كل ده ليه كيرف، هنقوله كمان شويه بعد ما نقول الحاجات الفصل. يعني ده ليه كيرف وده ليه كيرف وده ليه كيرف، كل كيرف بيختلف عن النوع الثاني ان هي على حسب التيار وعلى حسب زمن الفصل. طيب السيركت بريكر بيفصل ازاي؟ لو انا شغال في الام سي بي اللي هو المينيتشر سيركت بريكر، عندي فصل حراري وفصل مغناطيسي. الفصل الحراري ده بتاع الريتنج، والفصل المغناطيسي ده بتاع الشورت سيركت، لان احنا اتفقنا اللي هو ليه ريتد وليه شورت سيركت. الفصل الحراري ده بتاع الريتد والفصل المغناطيسي ده بتاع الشورت سيركت. ايه فكره الفصل الحراري وايه فكره الفصل المغناطيسي؟ الفصل الحراري ده كل فكرته ان انت بيبقى عندك الباي ميتال. باي ميتال ده بيبقى معدنين مختلفين موجودين مع بعض. تمام. طب طالما معدنين مختلفين يبقى كل واحد ليه معدل معامل تمدد حراري مختلف، ده طبيعي لان انت اول ما يمشي تيار فهيتولد حراره، فمع الحراره بيحصل تمدد. طب بما ان المعدنين مختلفين يبقى التمدد هيبقى مختلف وده طبيعي. اول بقى ما يحصل التيار اعلى من القيمه اللي انا ظابطها عليها، تمام، هيبدا هيحصل تمدد، فده هيتمدد غير التمدد ده لان هم ليهم تمدد حراري مختلف، فهيحصل بندنج. يعني هيبقوا عاملين كده، ده كده الاولاني وده كده التاني. طيب طالما الاثنين فصلوا كان هيبقى فيه هنا الايه المفتاح مقفول، فهيبدا يغير وضع المفتاح ده، فالمفتاح ده يفتح. تمام. يبقى كل فكرتها تاني باختصار، هما معدنين مختلفين كل واحد ليه معدل تمدد حراري مختلف، اول ما يمشي تيار المعدنين هيتمددوا بطريقه مختلفه فهيحصل بندنج اللي هو هيحصل تمدد، فالتمدد ده هتخلي المعدنين دول يتمددوا كده بطريقه معينه، فهيخبط في المفتاح اللي قافل البريكر، فهيبدا المفتاح ده يتفتح. تمام. وكده انا قدرت احمي الدايره، بس الكلام ده بياخد وقت وده طبيعي لان احنا شغالين ريتد، والريتد ده احنا اتفقنا في المنحنى اللي قلناه الاسبوع اللي فات واللي هنقوله تاني ان شاء الله، ان بيبقى الفصل بياخد وقت اطول. طيب هل لو عملنا الطريقه دي هنا هينفع؟ احنا قلنا ده بياخد وقت. طب الشورت سيركت انا اتفقنا اللي هو بالظبط نص ثانية بالكتير او لازم يفصل. طب هستخدم ايه؟ هستخدم الماجنتيك ريليز او الفصل المغناطيسي. ده عبارة عن كويل. تمام. كويل اتفقنا اول ما يمشي في طيار هيعمل مجال. طب المجال ده هيتوقف عليه على قيمة الطيار، واحنا بما اننا شغالين شورت سيركت هيبقى الطيار بالكيلو امبير، وبالتالي الطيار هيمشي كيلو امبير هيعمل مجال مغناطيسي قوي جدا لان الطيار هنا كبير، فجاء المجال المغناطيسي لحظيا او بمرور زمن اقل من 1 ثانية هيبدا السويتش اللي احنا قلنا هنا مقفول هيبدا برضو يفصل السويتش اللي هو او الذراع المعدني اللي هو قافل دايره السيركت بريك. اول ما يعمل مجال هيجذبه، ان المجال انت عارف مجال مغناطيسي، هيبدا يجذب الذراع المعدني فيفتح، بدل ما هو مقفول هيبقى مفتوح. بيبقى كده قدرت احمي الدايره من الشورت سيركت في زمن صغير، لان كل فكره الفصل المغناطيسي بتحصل في زمن صغير جدا. طيب ده كده في الام سي بي.
في ال ام سي سي بي بيبقى عندي نفس الكلام، فصل حراري ومغناطيسي، وعندي حاجة اسمها الكترونيك ريليس اللي هو بيبقى فصل الكتروني. طيب الام سي سي بي قبل ما ناخدها، الفصل الحراري احنا لسه شارحينه، المغناطيسي نفس الكلام ده، عشان هي ما اتشرحتش بس هديك عنها فكرة عمل، هي ما اتشرحتش فعايزك بس تعرف فكرة عمل عشان تبقى فاهم. الام سي سي بي ليه ميزة عن الام سي بي اللي انت تقدر تغير اللي هو بيبقى ادجستبل، يعني تقدر تغير التيار بتاعك مع زمن الفصل بتاعك، وهناخده في المنحنيات دلوقتي، بس خليك عارف ان ام سي سي بي تقدر تغير الحمل او التيار الريتد بتاعك وهناخده دلوقتي. الالكترونيك ريليز بيبقى فيه كارنت ترانسفورمر وبيبقى فيه مايكرو بروسيسور، تمام. كل الفكره ان الكارنت ترانسفورمر بيقيس التيار اللي ماشي عندك في الفيز ويقارنها بقيمه الريتد بتاع السيركت بريكر، تمام. عمليه المقارنه ده بتحصل عن طريق المايكرو بروسيسور. طب لو المايكرو بروسيسور حصل فيه مشكله، قصدي لو التيار اللي ماشي هنا زياده، فالمايكرو بروسيسور لما يجي يقارن هيلاقي ان التيار اكبر، الكارنت ترانسفورمر اس تيار، فالمايكرو بروسيسور هيقارنه هيلاقي التيار اكبر فهيقفله. طيب النوع ده هيفيدني في حاجه اسمها كوردينيشن، هنقوله عليها كمان شويه، تمام. يبقى كده خدنا اللي عرفنا الام سي سي بي بيتميز على الام سي بي بحاجتين، عندي هنا حاله الالكترونيك ريليز اللي هو يفصل الالكترون عن طريق كارنت ترانسفورمر، والمايكرو بروسيسور دي ما اتشرحتش فكرتها بس خليك عارفها، وحته اللي انا بقدر اغير الحمل، أو بقدر اغير حمل السيركت بريكر، يعني السيركت بريكر لو هي 320 انا شاريها 320 امبير، ممكن ما اخليها، ممكن اخليها اعلى او اقل من 320 امبير، وهناخده الفريم سايزنج دلوقتي كمان شويه، تمام. طيب تالت حاجة عندي اللي هو الباور سيركت بريكر، وده كل اللي اتقال عليه في المحاضرة، اللي هو بيستحمل، بيبقى حجمه أكبر وطبعا أغلى وبيستحمل باور أعلى قد الغسالة بالظبط. طيب البرفورمانس بتاع السيركت بريكر اللي هي الكيرفات بمعنى أصح، الأسبوع اللي فات شرحناها على أساس اللي هي مش معانا، فكنت عايز أوصل لك بيها فكرة فصل الشورت سيركت فطلعت معانا، فهنقولوها سريعا برضه بما إننا قلناها المرة اللي فاتت. اتفقنا الإم سي بي مثلا بيبقى ده المنحنى بتاعه، واتفقنا ان ده مضاعفات الاي ريتد وده زمن الفصل. مضاعفات الاي ريتد يعني لو انا ده المنطقه الاولى وده الثانيه وده الثالثه، لو انا مثلا الحمل بتاعي 20 امبير فهنا بيبقى قيمته حوالي 1.13 من 20 امبير، يعني هنا لحد 25 امبير مثلا، فمش هيفصل لو تمام، بس عشان مشكله الصوت فهنعيدها بسرعه. هنا قلنا 1.13 من 100 امبير، مثلا هنا لو 20 امبير مثلا، هنا ال 1.13 22 امبير 23 امبير ايا كان، فهتلاقي هنا القيمه ما يفصلش، ما مش السيركت مش هيفصل لو عدى القيمه دي، اول ما يعني هنا من 3 ل 5 اضعاف التيار، يعني مثلا من 60 وقلنا 20 في 5 100، من 60 ل 100 امبير، ده هيفصل في زمن يبقى زمن كبير نسبيا، مثلا دقيقه دقيقتين 3 دقائق وهكذا، تمام. هنا بقى طيب ده كده الريتد، ده كده الشورت سيركت، هيبقى هنا اضعاف التيار بيبقى قيمه كبيره جدا، بتبقى بالكيلو امبير، فزمن الفصل اتفقنا اللي هو لازم يبقى اقل من نص ثانيه، تمام. ده كده شرح الكيرف بتاع السيركت بريكر. تاني اللي هو تيار الريتد بياخد زمن فصل كبير شويه، تيار الشورت سيركت بيبقى زمن الفصل بتاعه صغير جدا، وده قيمه مضاعفات التيار، مضاعفات التيار مش قيمه التيار نفسه، السيركت بريكر على 20 امبير فده المضاعفات بتاعتها، وعلى حسب الضعف بتاعها اختار الوقت بتاعها. انا مثلا هنا كده 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 وهكذا، تمام. طيب كنا قلنا الفيوز ليها كيرف، فاحنا تعالى هنربط بين الكيرف بتاع الفيوز بالكيرف بتاع السيركت بريكر عشان نشوفه ازاي هنقارنه بينهم. طيب تعالى قلنا بقى هنقارن بين كيرف السيركت بريكر وكيرف الفيوز عشان نعرف مين فيهم احسن وزمن الفصل والكلام ده. لو جينا ده قلنا العلاقه بين التيار والزمن، مثلا ده كيرف سيركت بريكر نبدا بيه، ده بيبقى عامل كده، نلاقي الفيوز تحتيه كده ماشي، والتاني كده. طيب لو جينا في المنطقة يعني دي المنطقة الأولى، وهنا ده كده السيركت بريكر، وده كده السيركت بريكر، ده اللي هو بالأسمر السيركت بريكر، اللي بالأزرق ده الفيوز. طب لو جينا في المنطقة التانية اتكلمنا عليها، لو أنا مثلا عندي الحمل أهو مثلا هظبطه على 30 وصل ل 50، فهنا في الريتد فهيفصل هنا، ده زمن اهنه، ده زمن فصل الفيوز،
ده زمن فصل السيركت بريكر وده زمن فصل الفيوز. ده كده منحنى السيركت بريكر، واللي بالازرق ده منحنى الفيوز. فالفيوز نفس التيار، ده فصل في الوقت ده وده فصل في الوقت ده، ده تي. يبقى كده التي بتاع السيركت بريكر اكبر من التي بتاعت الفيوز. يبقى كده في الاحمال الصغيره زمن فصل الفيوز اسرع من زمن فصل السيركت بريكر، والكيرفات هي اللي بينت لي كده. ولكن السيركت بريكر بقدر اشغلها تاني، الفيوز لازم اجيب واحد جديد. ولكن لو جيت هنا بقى في المنطقه الثالثه، هنلاقي ان هنا في السيركت بريكر في حاله الشورت سيركت بيفصل اسرع من الفيوز. فهنا مثلا لو خدنا نفس حمل الشورت سيركت عنده نقطتين، هنا هنلاقي ده كده اللي بقى زي ده الفيوز، واللي بالاسمر ده السيركت بريكر. هتلاقي زمن فصل السيركت بريكر اكبر اهو، زمن فصل هنا مثلا 10 وسالب 1 مثلا، هنا 10 وسالب 2، هتلاقي زمن فصل السيركت بريكر اعلى من الفيوز. يبقى في المنطقه اللي هي بتاعت الريتد زمن فصل الفيوز اسرع، ولكن انت لازم تغير الفيوز. لكن في منطقه انت كنت ماشي، ولكن لازم تغير الفيوز بعد ما يحصل اي مشكله في الريتد. لكن في الشورت سيركت هنا، هنا كنت قايلها العكس، هنا 10 وسالب 1 10 وسالب 2، يعني هنا الزمن هنا اكبر من الزمن ده. تمام. فهنا السيركت بريكر بيفصل اسرع من الفيوز في حاله الشورت سيركت. طب دي كانت مقارنه بين كيرف الفيوز وكيرف السيركت بريكر. الكيرف ده مش موجود يعني في المحاضره، بس حبيت يعني بحيث تبقى الفكره عندك وصلاك كويس، لكن هو مش عليك تمام، ومش مش موجود في عندك في السلايد. طيب ده كده خدنا انواع الكيرفات بتاع السيركت بريكر. لو انا هتكلم على كيرفات الام سي سي بي، نفس الكيرفات دي، بس فيها حاجتين عايز اقولهم: شورت لونج، الشورت تايم ديلي، واللونج تايم ديلي. احنا اتفقنا قبل كده في الام سي سي بي اللي انت تقدر تظبط الزمن فصل وقيمه التيار بتاعه السيركت بريكر، ودي اتفقنا عليه، وتظبطها عن طريق بيبقى عندك حاجه اسمها الشورت تايم واللونج تايم. الشورت تايم ده طبيعي بتاع الشورت سيركت، لان هو اللي بياخد في وقت صغير، لكن اللونج تايم بتاع الريتد. تمام. دول الحاجتين برضو مش موجودين في السلايد، دول الحاجتين دول الشورت تايم انت بتظبطه، بيبقى عندك السيركت بريكر اللي انت شاريها بتبقى مديك سماحيات مختلفه، يعني مثلا 1 من 10 ثانيه 2 من 10 ثانيه انت تختار براحتك. لكن واللونج تايم بيبقى برضو معاك مثلا 20 ثانيه 40 ثانيه 60 ثانيه وهكذا، بتبدا تختار براحتك. تمام. ده في الام سي سي بي اتفقنا اللي احنا، وبرضه بتبدا تظبط القيم على القيمه اللي انت عايزها تفصل فيها، ودي هناخدوها دلوقتي كمان شويه. بس الشورت تايم ديلي واللونج تايم ديلي ده التايم اللي انت بتقدر تغيره براحتك على حسب اللي انت عايز السيركت بريكر يفصل فيه. تمام. ونفس نفس المنحنى بتاع الام سي سي بي زي، يعني مش زي في الارقام، زي في الشكل بتاع الام سي بي، ولكن اللي باختلاف القيم ذات نفسها. يعني انا هنا بيستحمل لقيم كبيره، هنا القيم بتبقى الاضعاف كبيره انها في الام سي سي بي، بس شغال ليه احمال اعلى. تمام. لكن فكره الكيرف نفسها هي هيها. طيب كده احنا ظبطنا التايم بتاع الفصل. طب بظبط القيمه ازاي؟ عندي حاجه اسمها الفريم سايزنج، يعني الكلام ده بيبقى في الام سي سي بي. قيمه الام سي بي بتبقى ثابته عندك، يعني شريت سيركت بريكر 100 امبير بتفضل 100 امبير معاك. هنا في الام سي في الام سي سي بي تقدر تغير، يعني هتلاقي مثلا سيركت بريكر انت شاريها 320 امبير، بس هتلاقي مكتوب عليها ان هي تقدر تستحمل لحد 400 امبير، لكن انت لحد القيمه دي مظبوطه على 320 امبير، ولكن هي هتستحمل لحد 400 امبير. فانت هنا بتبقى من 1 من 10 لحد الواحد، يعني هنا ال 400 امبير، وهنا مثلا 1 من 10 بتاع ده 1 من 10 ب 40 امبير. فتبدا بقى هنا مثلا 2 من 10 يعني 80 امبير، انت مثلا ظابطها على 8 من 10 اللي هي 320 امبير انت شاريها عليها على كده. تقدر من خلال الفريم سايزنج تقدر تغيرها ل 360 امبير، ممكن تخليها اقل، ممكن تخليها مثلا 160 امبير وهكذا، بس اخرها اللي هي تستحمل لحد 400 امبير. يبقى انت كده غيرت القيمه وكده غيرت الوقت اللي هيفصل فيه، وده الميزه اللي بتميز المولتي كيس سيركت بريكر، اللي انت بتغير طيب قيمه والزمن. طيب في ايه تاني؟ كده خلصنا حته المولتي كيس سيركت بريكر. عندي بقى حاجه مهمه جدا اللي هي الكوردينيشن.
طيب قبل ما اقول انت عارف حاجه سريعه كده اللي انت المفروض عارفها، اللي انت عشان وانت رايح مثلا تشيل السيركت بريكر فانت بتبقى حاسس عارف انت رايح تشيليه على اساس ايه، مثلا الفولت بتاعك، واحنا مثلا غالبا ب 380 فولت على حسب النوع اللي انت عايزه، يعني عايز التيار بتاعك بتشوف انت هتشغله على حمل قد ايه والتيار قد ايه وبتبدا تظبطه عليه، بتشوف الشورت سيركت بتاعك، الكلام ده انت عارفه يعني تمام. وبالتالي في حته شورت سيركت لازم تجيبه بالمناسبه اعلى، يعني انت لو حسبت حساب شورت سيركت دي هتبقى ان شاء الله الاسبوع الجاي طلعت 10 كيلو، لازم تجيبه مثلا اعلى من 10 كيلو عشان يقدر لو يبقى في سماحيه يعني بين اللي انت اشتريته وبين اللي انت بين الشورت سيركت اللي هيحصل فعلا تمام، ما ينفعش تجيبه زيها بالظبط. طيب دي كده كان كلمتين يعني انت عارفهم بس قلنا نقولهم. الحاجه بقى المهمه عندك بتاعه الكوردينيشن، انت مثلا عندك ادي ادي السيركت بريكر، انت مثلا حصل هنا حصل شورت سيركت قيمه 13 كيلو امبير، هنا الحمل مثلا بتاعه. طيب ال 13 كيلو امبير الشورت سيركت دول ماشيين هنا بس ولا ماشيين في كل ده؟ ماشيين في كل الكابل كله، وبالتالي السورس برضو شايف الشورت سيركت ده. طيب اللي بيحصل الكوردينيشن اللي انت بيمشي معاك بالتتابع، اول حاجه هو حصل شورت سيركت هنا، مين المفروض يفصل ده؟ ده المفروض يبقى في نقطه ايه، يفصل على طول ما يستناش، اول ما ده يحصل ده المفروض يفصل. طيب افرض ده حاجه في مشكله والمفروض وما فصلش، طب المفروض ايه اللي يحصل؟ الباك اب بتاعه ده، طيب الاول ده اللي هو السيركت بريكر ده هيدي لده نص ثانيه، ما فصلش هيقول له خلاص انا هفصل تمام، يبقى ده المفروض اول ما يشوف سيركت اول ما يشوف شورت سيركت يفصل. ما فصلش، الباك اب بتاعه فين؟ ده هو مديله نص ثانية، أقول له ما فصلش أنت في نص ثانية دي أنا هفصل. طب ده ما فصلش هيبقى في نص ثانية كمان، ده ما ادلهوش ده أدى ده نص ثانية على النص ثانية دي، يعني كده ده استنى ثانية كاملة. المفروض يبقى لحد دلوقتي كل سيركت بريكر من ده المفروض يستحمل الوقت ده كله تمام، ما فصلش يبقى المفروض ده، طب ده كده المفروض يستحمل قد ايه؟ ده مديله نص وده نص، المفروض ده مستحمل الشورت سيركت لحد مده اكبر من 1 ثانيه تمام. تاني الفكره دي، انت عندك ده المفروض يفصل، حصل هنا شورت سيركت فده كل اللي هيحس بيه، فالمفروض ده يفصل، ده ما فصلش ده هيديله نص ثانيه فده يفصل، ما فصلش ده هيدي ده نص ثانيه ما فصلش فيها وهكذا. فلازم كل سيركت بريكر يبقى بالتتابع يفصل ورا بعضه، يعني ما حصلش هنا الشورت سيركت اروح انا فاصل ده، لما نرسم صورة الأحمال هتبان لك ليه ما ينفعش. طيب ولازم ده يستحمل لوقت أطول، ده قلنا المفروض يفصل على طول، ده هيديله نص ثانية، يبقى ده المفروض كل ده مستحمل شورت سيركت في الوقت ده كله تمام. دي فكرة الكوردينيشن باختصار. طيب لو جينا مثلا أنت عندك أدي الأحمال الشقة عندك، مثلا لو أنت عندك السيركت بريكر بتاع الضوء، بعد كده السيركت بريكر بتاع كل شقة، وبعد كده كل شقة بيبقى ليها مجموعة أحمال فليها سيركت بريكر مختلف وهكذا تمام. حصل عندك هنا في الحمل ده او في الاوضه دي مثلا حصل شورت سيركت، هل هفصل ده؟ طب ده بتاع الدور كله، ايه ذنب بقيه الشقه دي وايه ذنب الشقه دي وايه ذنب الشقه دي وبقيه الاحمال دي اللي هي تفصل طالما الشورت سيركت حصل هنا؟ فاللي بيحصل موضوع الكوردينيشن ده المفروض يفصل، ما فصلش يدي الفوق ايه بيدي ده نص ثانيه عشان يفصل، ده ما فصلش يفصل ده، ما فصلش هتفصل ده، لكن ما ينفعش من اكبر حاجه غلط ان انت تفصل حاجه المفروض ما تفصلش تمام. ده كده موضوع الكوردينيشن باختصار، ان انت بتفصل بالتتابع، واحد ما فصلش التاني اللي بعده وهكذا.